أوتش هذا كنا الحين يسوي كل هذا عشان درى انك تحبين ولد عمتك. عيل لو درى انك تحبين واحد غريب ايش راح يسوي فيك؟ فجر انا ما ابي اتزوج. تعرفين الشعور اللي انت صدق ما تبين تتزوجين؟ هذا اللي انا حايشني. وانا ماني عارفه ايش اسوي. اخاف اروح بيت امي ويجي ابوي وياخذني منها ويسوي لها سالفه. اخاف اروح بيت جدتي وحق مرت عمي وهم ياذيهم ويسوي لهم مشاكل. وهم قاعد أفكر أخاف أروح حق مرته القديمة اللي طلقها وهم يسوي لها مشاكل. ما نعرف إيش أسوي. شنو عبالة حريم السلطان أبوك ماشي يتزوج؟ وين فجر؟ أنا ضايعة ما نعرف إيش أسوي. وليش تضيعين حبيبتي؟ صار ما صار حطي أغراضك في هاند باك وانحاشي تعالي عندي. انحاش؟ إي تنحاشين مو أول مرة تسوينها أنتي. كم مو أول مرة بس أنا ذيك المرة لما انحشت رحت بيت أمي. إي بيت أمك شنو يعني؟ بتين عندي ترى في البيت. بيتكم؟ إي بيتنا. زين أهلك؟ عادي بقول لهم أهلك مسافرين وفترة امتحانات. زين وإذا خلصت الامتحانات؟ واي زيون يصير خير عاد عقب الامتحانات. أنت بلغيني قبلها بيومين ويصير خير. زين بس خلاص مو مشكلة. بس خلاص ايدي شوي ما عليك انا اتصرف. يلا اوكي مع السلامة. خلاص لا تحاتين. ايه كلمش تالي. باي مع السلامة. يعني انا الحمد لله الله معطيني طولة بال وشوية صبر. ولا كان انا الحين عندي بدير واخوانه مشرشحتهم تشرشح وماسحة فيهم القاع واحد واحد. هالخم اللي ما يخافون ربنا؟ وي ايش فيك مشتطة كذي؟ عسى ما شر. قولي تحكي. صاير يا خيتي؟ شنو؟ شنو فيه؟